هو تكلم على الميزانية، هو يدعي بأن الميزانية وقعها في 18 مليار والآن وصلت ل 25. احنا هذا الأمر هذا وضحناه جيدا لا في مداخلاتنا ولا في بياناتنا اللي تكلمنا عليها. قلنا ودي ديك 18 اللي كتكلم عليها في 2021 راه كانت ميزانية منقوصة، لأن آنذاك الحصة ديال الجماعة من القيمة على الضريبة المضافة، يعني ديك لا دوطاسيون ما كانتش كتغطي كاملة في ديك السنة من أصل اللي واحد اللي كنا كناخذوا تقريبا ما بين 60 حتى نعم 68 ما بين 68 حتى هذا 71 مليون ديال الدرهم. ف 2021 لم تتجاوز واحد 42 مليون ديال الدرهم، بمعنى نقصات تقريبا ما يفوق واحد 34 مليون ديال الدرهم. هذيك 34 رجعات مباشره في 2022. فإلا شديتي ديك 34 وزدتيها على ديك يعني 180، ها انت وصلتي تقريبا 220 مليون ديال الدرهم. راه هنا فين جا هذا يعني هذا الزائد، انه في 2021 مع العلم ان هذيك الحصه ديال الضريبه على القيمه المضافه راه تزادت الان، راه فات 78 مليون ديال الدرهم. هنا راه تزادت، كانت في حدود حنا 68 حتى 72، هو وصل دابا ل 78 مليون ديال الدرهم. اذا تزادت، زائد انه الوضعيه يعني ديال الجماعه في 2021 و2020 الكل كيعرف بان هذيك الفتره كانت فتره ديال الكوفيد، وهذيك الفتره ديال الكوفيد كان واحد الركود في النشاط الاقتصادي ماشي غير ديال الجماعه ديال مدينه تمارا ولكن ديال المغرب ديال العالم كامل. بالتالي حتى الموارد الماليه كانت ضعيفه، اذا طبيعي انه راه 18 انذاك راه كان انجاز في حد ذاته، انجاز لديك الظروف اللي كانت. اما الان راه ما كاينش هذا الانجاز هذا، رغم انه الميزانيه يعني وصلت ل 21، هو في هذا المقترح 24 بغى يوصلها لما يقارب 25، الا ان سلطه المراقبه الاداريه رفضت التاشير عليها. وعلاش؟ قالت لي ما كايناش الصدقيه في الموارد. شنو هي الصدقيه في الموارد؟ وانك كتغونفلي كتضخم يعني في باش تنفخ في الارقام، وهذا غير ممكن. وحنايا راه في المراسلة ديالنا في واحد البيان راه عطينا بالتفصيل بأن مجموعة ديال الموارد اللي مسطرة يعني في البنود ديال الميزانية كلها عرفت تراجعا وبالنسب. وحنا تجي مناسبة إن شاء الله كما قلت في اللقاء المقبل اللي غنتكلموا فيه على تقييم نصف الولاية، غنجبدوا بالأرقام في كل بند، يعني شحال كنا يعني حنا كندخلوا وشحال دخل في هذه الفتره ديال الثلاث سنوات والنسبه ديال الزياده او النقصان. وانا ذاك كل واحد يورينا حنتي الادعاء به الفائض تبرر او يؤثر عليه التزامات كما تقولون هو يقول ديونيه لا علاقه، لا، لانه اصلا الفائض الكلي كتحيد منه يعني الاصل ديال الدين، وهذاك الاصل ديال الدين الان في تراجع. دابا راه ما بقاش هو كي دابا من هذا المبلغ هذا كاع اللي كان عنده، راه الاصل ديال الدين اللي بقى عليه تقريبا واحد حدود واحد 6.8 او 7 مليون ديال الدرهم. الو راه في الفتره ديالنا راه كنا كنخلصوا لاكثر من ذلك، فهمتيني؟ دابا راه ما بقاش يعني، لان هذيك الدوين دابا وصلت الاجال ديالها، وصل الاجال النهائي، وبالتالي ملي كتقرب يعني تسالي الفتره ديالها يعني القيمه ديالها لا ديال الاصل ولا ديال الفائده كتنقص. وفي هذه المسألة هذه أيضا غادي نجيبوا بالأرقام ما يفيد بأن هذا الرئيس ما عندوش هذا الإكراه. ومن كيتكلم هو كيخلط ما بين الأحكام وما بين الديون وما بين الالتزامات. هذيك الالتزامات اللي كيقول هو راه التزامات عليه، لأنه اللي كيجيب المثال كيجيب المثال ديال التزامات ديال مؤسسة التعاون العاصمة، التزامات اللي كاينة فيما يخص لا دي شارج، والتزامات اللي كاينة فيما يخص يعني صندوق ديال التجهيز، والالتزامات اللي كاينه في مجموعه ديال المرافق. اساسا كنتكلموا على الالتزامات اللي كاينه في شركه التنميه المحليه اللي غتدبر سوق الجمله والمجازر، وايضا المتعلقه يعني بالمناطق الخضراء. هذه التزامات حديثه يعني هو خصو يؤديها لانها وقعت في هذه الفتره، انت في هذه الفتره، وهذيك طبيعي
طبيعي انه التزامات اللي مثلا كنتكلموا على لا ديشارج ديال الام عزه، فالان ولا واحد نمط ديال التدبير جديد ولات التزامات جديده، طبيعي ان الامكانات الماليه المطلوبه غادي تزاد. اذا فطبيعي احنا كجماعه كيخصنا يعني نلبيو هاد الالتزامات هذه وما نمسحوهاش يعني في يعني في المجلس السابق، لان لا علاقه اطلاقا لا علاقه، وحنا غنرجعوا لهذا الموضوع هذا يعني بالتفصيل الممل في يعني ان شاء الله تعالى يعني بالوثائق مكتوبه وموثقه باش يكون يعني الجميع على علم بهذه الامر. اعضاء ديال المجلس الجامعي ديال تمارا بما فيهم اعضاء ديال العائله الامنيه ما كيتوصفوش بمحاضر الدورات رغم انهم كيديروا الطلب، وبالتالي باش يكون درتي محاوله لانكم تلجؤوا للقضاء باش تسمعوا الحقوق ديالكم. لانه كما قلت لكم بان هذا الرئيس هذا من بين المشاكل اللي كيعاني منها هو انه الضعف ديال التدبير ديالو وعدم قدرته على التعامل يعني بشكل يعني جيد مع الاعضاء دون ان نتكلم عموم المواطنين. هو هذه القضيه ديال المحاضر والوثائق هو بنص القانون خاصها تنشر ماشي غير تعطى، خاصها تنشر لانه داخله ضمن الوثائق المنصوص عليها في القانون ديال الحق في الحصول على المعلومه، راه هو مطالب باش ينشر هذيك المحاضر، مطالب باش ينشر يعني السومي كونسيستونس داك السجل الممتلكات، مطالب باش ينشر القوائم الماليه والمحاسبيه ديال كل سنه، انت هذا مطالب باش ينشر الميزانيات، مطالب باش ينشر يعني مجموعه ديال الامور منها المساطر منها الدلائل منها، وهذا هو باش كيقيسوا يعني المتخصصين الشفافيه ديال التسيير ديال واحد المجلس. هذا الشيء غائب عند هذا الرئيس، وحنا في هذا الخصوص غير بالضبط ديال المحاضر طالبنا مرارا وتكرارا بانه يمكننا يعني من هذه المحاضر. للاسف هو متعنت، حنا كاتبنا راس